حالة الأكسدة أو حالة التأكسد تشير إلى التوزيع العام للإلكترونات، والاسم الآخر لحالة الأكسدة هو عدد التأكسد. بالطبع هذا المفهوم ضمن الكيمياء العامة. في البداية سأبدأ بطريقة الكيمياء العامة في تعيين حالات الأكسدة، ومن ثم سأتطرق إلى طريقة الكيمياء العضوية في تعيين حالات الأكسدة. والطريقة الأكثر فائدة في حسابها هي عندما نستخدم الجزيئات العضوية. والشيء الذي ينساه معظم الناس فيما يتعلق بحالات الأكسدة هو الكهروسلبية، وسأبين مثال على ذلك. هذا هنا بعض التعريف الأخرى في الكيمياء العامة. مفهوم الأكسدة وهو زيادة في حالة الأكسدة للعنصر، والتعريف الآخر له في الكيمياء العامة هو فقدان الإلكترونات، لذا الإي أو هو الاختصار لذلك. ولدينا تعريف آخر هنا وهو الاختزال، ويعني الانخفاض في قيمة حالة الأكسدة لشيء ما. والجي إي آر اختصار للحصول على الإلكترونات، وهذا هو الاختزال. حسنا، هنا لدينا تفاعل، حيث تم حرق الميثان، والناتج كان ثاني أكسيد الكربون سي أو 2 والماء. لنعين حالات الأكسدة باستخدام طريقة الكيمياء العامة، وسنرى ما الذي تأكسد وما الذي اختزل، ومن ثم سنستخدم الطريقة العضوية لتعيين حالات الأكسدة باستخدام مفهوم الكهروسلبية والصيغة البنائية. أولا سنقوم بذلك بالطريقة التي نعرفها. لدينا كل هذه القوانين لتعيين حالات الأكسدة، وواحد من هذه القوانين هو الهيدروجين، هو بالعادة زائد واحد، لذا سأضع زائد واحد حالة الأكسدة هنا للهيدروجين. لدينا أربعة منهم، لذا لدينا ما مجموعه زائد أربعة أسفل هنا. وقاعدة أخرى لتعيين حالات الأكسدة هي للجزيء المحايد، المجموع الكلي يجب أن يساوي صفر، يجب أن يساوي صفر، لذا هذا سيكون ناقص أربعة هنا على الكربون، ولدينا فقط كربون واحد. حالة الأكسدة للكربون ناقص أربعة. ننتقل هنا إلى الأكسجين ونتجاهل المعامل، وفقط يهمنا أن هذا هو O2، وأحد القواعد لتعيين حالات الأكسدة هو الحالة العنصرية للعنصر. ولديه حالة تأكسد هي صفر، لذا الأكسجين لديه حالة أكسدة تساوي صفر، وهو شيء حفظناه للتو. هنا لدينا الأكسجين في جزيء مع الكربون، وفي هذه الحالة الأكسجين سيكون لديه حالة أكسدة تساوي سالب اثنان. مرة أخرى هذه واحدة من القواعد التي نحفظها. لدينا اثنان أكسجين، لذا ستكون مجموعهما ناقص أربعة، ما يعني أن حالة الأكسدة لهذا الكربون هي زائد أربعة. وننتقل هنا إلى الماء، ودائما نبدأ من اليمين هنا. مرة أخرى الأكسجين سوف يكون لديه سالب اثنان، لدينا فقط واحد منهم. ومرة أخرى نتجاهل المعاملات، لذلك المجموع الكلي يجب أن يكون زائد اثنان هنا. وهذه المرة لدينا فقط اثنان هيدروجين، واثنان هيدروجين يجب أن يكون مجموعهما زائد اثنان، لذا كل هيدروجين هو زائد واحد بهذا الشكل. هنا عندما نفحص ما حدث لهذه العناصر، نرى أن الكربون انتقل من حالة الأكسدة ناقص أربعة إلى حالة الأكسدة زائد أربعة، ومن الواضح أنه حدث زيادة في حالة التأكسد للكربون، لذا نقول أن هذا الكربون قد تأكسد. حسنا، من الذي اختزل؟ الاختزال هو الانخفاض أو انخفاض في عدد الأكسدة، انخفاض في عدد الأكسدة، لذا كل ما يجب عمله هو فحص الأعداد هنا ونرى أيها قد انخفض. حسنا، الأكسجين انتقل من حالة الأكسدة صفر إلى حالة الأكسدة سالب اثنان، لذا الأكسجين تم اختزاله في هذا التفاعل. إذا هذه طريقة الكيمياء العامة لعمل هذا. لنفحص الطريقة العضوية لعمل هذا باستخدام الصيغة البنائية والكهروسلبية. لنرسم بعض الصيغة البنائية لهذا الجزيء. لنبدأ مع الميثان هنا، والميثان لديه صيغة بنائية بهذا الشكل، لنشير إلى الإلكترونات في الميثان. لدينا كل رابطة هنا تتكون من إلكترونين بهذا الشكل. حسنا، لنفكر أي الذرات هي الأكثر كهروسلبية.
لدينا الكربون في مقابل الهيدروجين، وإذا كنتم تتذكرون النزعات الكهروسلبية، الكربون أكثر كهروسلبية من الهيدروجين. ما سنقوم به هو التعامل مع هذه الرابطة كأنها رابطة أيونية، بالرغم أنها عملية رابطة تساهمية. إذا كانت هذه رابطة أيونية، فالكربون بما أنه أكثر كهروسلبية سوف يسرق كل هذه الإلكترونات. لنرسم صورة أخرى لنبين أن الكربون يسرق تلك الإلكترونات. الآن الكربون سوف يكون لديه 8 إلكترونات حوله، لأنه سوف يسرق كل الإلكترونات في هذه الروابط مع الهيدروجين، والهيدروجين سوف يكون لوحده هنا بدون أي إلكترونات حوله، بما أنه ليس كهروسلبي كما هو الكربون. إذا أردنا تعيين حالات الأكسدة لهذا الكربون، الصيغة التي سنستخدمها هي، سنقول ما هو عدد إلكترونات التكافؤ؟ ما هو عدد إلكترونات التكافؤ التي تكون بالعادة حول الذرة؟ ومن ذلك العدد سنطرح عدد الإلكترونات حول الذرة. الإلكترونات حول الذرة بعد أن حسبنا الكهروسلبية، بعد أن فكرنا بالكهروسلبية للذرة، هذه ستكون الصورة الأخرى أسفل هنا. هذا سيكون الكربون مع 8 إلكترونات حوله. حسنا، الكربون في العادة لديه 4 إلكترونات تكافؤ، وتحدثنا عن ذلك سابقا. إذا الكربون لديه 4 إلكترونات تكافؤ. لنكتب حالات الأكسدة، عدد الإلكترونات ناقص عدد الإلكترونات حول الذرة. الكربون في العادة لديه 4، ومن ذلك العدد سنطرح عدد الإلكترونات حول الذرة بعد أن حسبنا الكهروسلبية. هذا سيكون 8 إلكترونات هنا. لذا 4 ناقص 8 ستعطينا حالة أكسدة تساوي ناقص 4 للكربون. ماذا عن الهيدروجين؟ الهيدروجين في العادة لديه إلكترون تكافؤ حوله. وكم عدد الإلكترونات حول كل واحد من الهيدروجينات هنا؟ 0 بالطبع. لذا 1 ناقص 0، وهذا سيكون -1. إذا لدينا حالة أكسدة تساوي ناقص 4 للكربون، وحالة أكسدة تساوي 1 + 1 للهيدروجين. لننتقل هنا ولنقوم بفحص آخر لنرى هذا ما حصلنا عليه في طريقة الكيمياء العامة. يمكن رؤية طريقة الكيمياء العضوية لتعيين حالات الأكسدة. حصلنا على ناقص 4 للكربون و-1 للهيدروجين. قد تعتقدون أنه في هذه الطريقة لتعيين حالات الأكسدة ستكون مشابهة للشحنة الظاهرة، وهي كذلك، هي مشابهة جدا لتعيين الشحنة الظاهرة. الفرق الوحيد هو عند القيام بحالات الأكسدة فإننا نتعامل مع الروابط كروابط أيونية، ونستخدم مفهوم الكهروسلبية. عند حساب الشحنات الظاهرة فإننا لا نتعامل معهم كروابط أيونية، نتعامل معهم كروابط تساهمية، والإلكترونات يتم مشاركتها. لنحسب للأكسجين، قمنا بإيجاد حالات الأكسدة هنا على اليسار، والآن سنجد هذه، ولنرى لماذا الأكسجين لديه حالة أكسدة تساوي 0. لنرسم الصيغة البنائية، لدينا الصيغة البنائية للأكسجين. حسنا، لنضع الإلكترونات على الروابط. إذا سيبدو بهذا الشكل، ونطبق مفهوم الكهروسلبية. من يحصل على هذه الإلكترونات بين ذرات الأكسجين؟ من الواضح أن هذه الذرات للأكسجين لديهم نفس الكهروسلبية، ولا أحد منهم يكون له الغلبة، ولهذا نقسم الإلكترونات بشكل متعادل. لدينا 4 إلكترونات في هاتان الرابطتين لذرات الأكسجين، كل أكسجين سيحصل على 2 من هذه الإلكترونات. لنرسم الصورة الثانية وسنبين الأكسجين بهذا الشكل. لذا الآن كل أكسجين لديه ما مجموعه 6 إلكترونات حوله. لنفحص التعاريف لتعيين حالات الأكسدة، عدد الإلكترونات أو عدد إلكترونات التكافؤ للذرة في العادة، كل أكسجين سيكون له 6. إذا الأكسجين لديه 6 بهذا الشكل. وكم عدد الإلكترونات حول الذرة بعد أن حسبنا الكهروسلبية؟ كل واحد من هذه الأكسجينات لديه 6، لذا 6 ناقص 6 سيعطينا 0. لهذا حالة الأكسدة للأكسجين هي 0 في حالة الـ O2. لنفحص من جديد وسنرى أنه نفس العدد الذي حصلنا عليه هنا في طريقة الكيمياء العامة، لكن الآن لدينا فكرة أفضل.
لنفهم من أين جاء هذا، لنقوم بالحساب لثاني أكسيد الكربون هنا على اليمين. إذا لنرسم الصيغة البنائية للـ CO2، ثاني أكسيد الكربون، سيبدو بهذا الشكل، وسنضع زوج الإلكترونات المنفرد على الأكسجين بهذا الشكل. نريد رسم الإلكترونات في هذه الروابط، لنقوم بذلك. وعند رسم الصورة الثانية هنا سنحسب الكهروسلبية، ما هي الذرة الأكثر كهروسلبية، الأكسجين أم الكربون؟ شاهدنا في الفيديوهات السابقة أن الأكسجين هو كهروسلبي بشكل أكبر بكثير. إذا في الرابطة بين الأكسجين والكربون، الأكسجين سوف يسرق كل هذه الإلكترونات، لأننا سنتعامل مع الرابطة كأنها أيونية، لذا الأكسجين سيكون لديه 4 إلكترونات حوله على هنا على اليسار، والكربون المركزي لا يوجد أي إلكترونات حوله، لأن الأكسجين على اليمين سيسرق الإلكترونات هنا في الرابطة الثنائية. لذا هذا الأكسجين هنا على اليمين كان لديه 2 من الإلكترونات المنفردة، وسوف يأخذ كل الإلكترونات 4 من الرابطتين الثنائيتين، لذا سنضع 4 إلكترونات بجانب الأكسجين بما أنه أكثر كهروسلبية. لنطبق تعريف حالات الأكسدة، الكربون هنا لديه 0 إلكترونات حوله، في العادة لديه 4 إلكترونات حوله، لذا 4 ناقص 0 يعطينا حالة أكسدة تساوي -4، هذا بالنسبة لهذا الكربون. ماذا عن الأكسجين؟ في العادة الأكسجين لديه 6 إلكترونات، 6 إلكترونات تكافؤ حوله. كم عدد الإلكترونات حول كل أكسجين؟ الآن لديه 8، إذا 6 ناقص 8، وهذا يعطينا حالة أكسدة تساوي -2. إذا حالة الأكسدة للكربون يجب أن تكون -4، وحالة الأكسدة للأكسجين يجب ستكون -2. إذا لنفحص هذا هنا، حالة الأكسدة للكربون يجب أن تكون -4، حالة الأكسدة للأكسجين ستكون -2، ويمكن رؤية أن هذا يتوافق مع طريقة الكيمياء العامة لتعيين حالات الأكسدة. لذا يمكن التأكد أن هذا الكربون تم أكسدته، انتقل من حالة أكسدة -4 إلى حالة أكسدة موجب 4. والطريقة لعمل هذا، فكروا في أن خسارة الإلكترونات هي حالة أكسدة. إذا نظرنا هنا إلى الصيغة البنائية، الكربون هنا على اليمين، على اليسار لديه 8 إلكترونات حوله، وقد خسر كل إلكتروناته، لقد تم أكسدته، والحصول على الإلكترونات هو اختزال، لنفحص الأكسجين هنا على اليسار، لديه 6 إلكترونات حوله، هنا على اليمين حصل على 2 آخران، لذا الاختزال هو الحصول على إلكترونات. وشاهدنا أن الكربون يمكن أن ينتقل من حالة أكسدة -4 إلى حالة أكسدة -4، يمكن أن يحصل على كل الأعداد ما بين تلك القيم أيضا. لنكتب حالات الأكسدة المحتملة للكربون، يمكن أن نحصل على حالات أكسدة -4، -3، -2، -1، 0، 1، 2، 3، 4. قمنا بأخذ الحدود القصوى في المثال هنا، لدينا انتقلنا من -4 وتم أكسدته ليصبح بحالة أكسدة -4، لكن كل هذه القيم ما بينهم هي أيضا محتملة. إذا هناك 9 حالات أكسدة للكربون، وبالنسبة لتفاعل بسيط كهذا قد يكون أسهل استخدام طريقة الكيمياء العامة لتعيين حالة الأكسدة، وهي بكل تأكيد أسرع. لكن في الفيديو التالي عندما نقوم بأخذ جزيئات عضوية أكثر تعقيدا، سوف نستخدم الطريقة الثانية، الطريقة العضوية، وهي رسم الصيغ البنائية ونحسب الكهروسلبية، ونستخدم هذه الصيغة لإيجاد حالة الأكسدة للعناصر. نلتقي.